برندفو اليوم رح نستقبل سيدة جوال زراق. أهلا وسهلا فيك. حضرتك منتجة وصاحبة شركة إنتاج، بتنظموا مناسبات، احتفالات، إيفنتس، بس أكتر شيء إشياء ثقافية. مزبوط. صباح الخير. بونجور. بيرسونا برودكسيون هي شركة بدها تدعم الفرانكوفونية أول شيء، والثقافة عبر الفرانكوفونية والمسرح الفرانكوفوني بشكل خاص. مزبوط. الفرانكوفونية عبر مسرحيات بتجيبوها بتقدموها على لبنان. مزبوط. في مسرحية كانت ناجحة جدا قطعت من فترة قريبة بالشهر شباط، وهلأ في مسرحيتين. ومشاهدينا للي بيحب المسرح وللي فرانكوفوني والعباله يبقى بهيدي الثقافة الغنية الحلوة كتير، المسرحيات اللي رح تقدمهم رح نحكي عنهم هلأ بسياق الحديث، بعد يعني هن جديد، هن حاليا بالاكتواليتي اذا فينا نقول بفرنسا. رح نحكي عن اول وحده هي بنبلش بشو؟ لي كافاليي. اوكي، لي كافاليي شو بنقول عنها؟ لي كافاليي هي مسرحيه اخذت كثير سكسي بفستيفال دافينيون. نعم. ب 2014 اخر فستيفال الصيف، ولا ايتي بروغرامي يعني بدات تنعرض بباريس لانه اخذت سكسي بافينيون، بس بالشتويه يعني نحن رح نعرضها قبل ما تنعرض بباريس. مزبوط. لانه مهرجانات افينيون هالمنطقه بالجنوب على طول يعني بيقدموا اعمال فنيه، مسرحيات واخرى حلوه كثير بتاخذ نجاح، ومن بعدها بيرجعوا بيطلعوا على البلدان الثانيه او على العاصمه، فنحن رح يكون عندنا الحظ انه مزبوط نحن احلى مسرحيات احلى عروضات بافينيون، هن اللي بيروحوا على البيج سيتيز بيوروب وبباريس اكيد بفرنسا، وهي جايه على لبنان قبل. مسرحيه كثير يعني هي شوي مثل البورتير ديستوار اللي كنا عرضناها. نعم. اجت من فرنسا من كم شهر واخذت سكسي، شوي بزيت الستيل انه بتعجب الكل، يعني ما انها مسرحيه انتلكتشوال او شيء كثير متعب، يعني هي ثقافه اكيد لانه هي الرومان تبع كيسيل ادابتي. نعم. يعني للمسرح جوزيف كيسيل. جوزيف كيسيل ادابتي بار اريك بوفرون، الميتور انسان اسمه اريك بوفرون فرنساوي، وهن اربعه على المسرح، وفي ثلاث اكترز وشخص بيعمل اسمه خالد كا كثير معروف بافينيون، بيعمل كل شيء بروتاج وميوزيك اصوات لايف. ما هيك هو متخصص. مزبوط. بالاصوات يلي بيقدر ينتجها. مزبوط. يا اما هو يا اما عبر مكانات وكمبيوتر. مزبوط. اورديناتور صغير وصوته مع ميكرو، وهو كيف لما بتحضر فيلم هون هن على المسرح وهو بيعمل كل البروتاج لايف، وكثير يعني كثير غريب وكثير جديد اللي بيعمله. بيسلي اكيد. رح نحضر، ما زال حضرتي لنا تريلر للمسرحيه رح نحضره سوا. ان افغانستان C'est le bouzgachi qui façonne les hommes. Voilà donc le cheval qu'on appelle Géol, le cheval fou. Et qui va courir son premier bouzgachi. Cours, Géol, cours! Géol! Attends, mon pied est coincé! J'arrive pas, Géol! Je sens plus la jambe! Si jamais je meurs, Géol est à toi. Géol ne sera pas à moi avant que Rose ne meure. Pourquoi? Le testament. Occupe-toi du cheval. Pour le testament, j'ai la main plus légère. هذا لي كافاليي مع احد ممثلين اسمه غريغوري باكي، كمان معروف كثير لدرجه انه حصل السنه الماضيه على موليير. موليير هو مثل الاوسكار بفرنسا ولكن بس للاعمال المسرحيه. والمسرحيه الثانيه يلي رح نحكي عنها انه بي دون لو كور، هي شخص واحد بيمثل فيها غريغوري باكي، يعني رح يكون عم بيعمل مسرحيتين، وهو بهالمسرحيه بدوره بهالمسرحيه كوان مان شو حصل على الموليير. نحكي عن هالمسرحيه المهمه جدا، يعني اللي كاتبها كمان حدا منا وفينا. اكيد. وجدي معوض هي مسرحيه لوجدي معوض، هي اصلا كتاب، هو الرومان عمله هو الى ادابتي للمسرح. نعم. وجدي معوض عمل الاثنين كرومان وكمسرحيه، وهي كثير اكيد تعني لنا كلبنانيه لانه وجدي معوض، لانه دائما بمسرحيه وجدي معوض في لبنان وفي كونتكست، هو خلق بلبنان وراح على كندا، فبالمسرحيه في لانه انسبيري من حياته بتذكرنا على طول. اكيد.
هلا المسرحيه طبعا لازم واحد يقولها انها مثل اكتريه مسرحيه وجدي معوض صعبه شوي يعني ال- 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 الموضوع منه سهل على كل حال في تقل من اسم من اسم يعني شو بدنا نقول ازيفه بالقلب انه بيدون الكور بيعرف انه رح اخبر بشكل سريع انه ولدته بالمستشفى وحالته منا منيحه وكل الوقت كل المسرحيه هو الوقت قبل ما يوصل لعندها لانه عم بياخر هالموقف انه يلتقى فيها مزبوط. بيقطع افكار عن لبنان بيقطع مشاهد مزبوط بيعمل مثل فلاش باك نعم. على على طفولته بلبنان وهي مثل يعني هي اكيد موضوعها هو الموت بس مواجهه الموت نعم. وكيف واحد بيكبر يعني هو بيصير رجال بهال بهالفتره القصيره المسافه الصغيره يلي رح يوصل فيها على المستشفى مثل بيكبر من من نعم. من مش طفل بس هو مثل تينيجر بيصير رجال لانه عنده هال رح نحضر جويل كمان مشهد قصير من هالمسرحيه Je m'appelle Abdel Wahab, comme le chanteur. Mais tout le monde m'appelle Wahab. Et depuis peu, je peux dire le mot avant. Et c'est parfois une catastrophe. Quand notre mère meurt, ça nous donne certains droits. En manœuvrant bien, on peut en tirer un max d'avantages. Ça ébranle, ça touche tout le monde, tandis que notre mère va mourir. Aux yeux des gens, nous devenons porteurs d'un destin particulier. Je vais à l'hôpital. T'as raison d'aller à l'hôpital. Quand on est malade dans sa tête, là, on soigne. Ma mère est en train de mourir, connard. Et toi, 25 cents, tu peux te fourrer au fond du cul. J'ai hurlé. مسرحية أنه بيدون الكور غير أنه الكتابة والكتاب أصلاً شيء مميز جداً بس الأداء هو عمل فني فعلاً مميز للأسف ما بقى في كتير بطاقات لهالعمل نتمنى أنه للبطاقات الكم واحد اللي بقيوا لأنه بيدون الكور تعجلوا لليبريري أنتوان ما هيك أونلاين كمان تيكتينج فيكم تاخذوا بطاقات الباقية وفي اكيد بعد شويه محلات بليكافاليه كمان مش كثير يعني كمان لكافاليه بدهم يستعملوا بنبسط بنبسط انه عن جد هالاعمال السقفيه والفرانكوفونيه بشكل خاص عم بيكون عم بتلاقي اقبال حلو بس فينا نعطي التواريخ اكيد لكافاليه 22 23 24 جوان لكن من 22 ل 24 حزيران 24 حزيران وانوبي دون لو كور دغري من بعدها 25 و26 اوكي الساعه 9 بمسرح مونو بمسرح مونو بالأشرفية ببيروت بس بحب ذكر أنه أكيد وزارة الثقافة والإنستيتو فرنسي داعميننا وبشكر أكيد كل السبونسر ما رح أقول أساميهم بس بشكرهم لمساعدتهم لأنه كتير مهم أكيد أنه يكون في دعم نعم. لنقدر نكمل بهال شكرا لك وتعي خبرينا أكثر لما يكون في هيك مناسبات ثقافية حلوة لنحكي عنها ميرسي لكم شو رأيكم مشاهدينا نعمل برمة على الأحداث الثقافية اللي عم بتكون حالياً بلبنان منبلش أول شيء بمسرحية عطريق الجنة يلي يعني ب 11 حزيران ساعة 8:30 للعشاء مساءً كمان بتياتر مونو فلاورز اكزيبيشن ب 11 حزيران من 11 للستة عشية اكزود جاليري بكرة عشية أكيد البياف تكريم شخصيات ونتذكر الرحلة الكبيرة صباح تشيري داي ب 14 حزيران من ال 11 لل 7 المساء بحمينا ولونها ب 14 حزيران من العشاء ل 11 عشية بمارلييس ببيروت بعد الوقفة بنلتقى بستيفاني وشيف مارون